يعطيكم الصحة والعافية، معكم محمد بوريكي، وهذا فيديو اسألني رقم 3. تبارك الرحمن، ما شاء الله الأسئلة وايد قاعدة تتكاثر، فوق 200 سؤال بس على هذا الكومنت مال الفيديو. اسألني 2، فالحين اسألني 3 إن شاء الله راح أجاوب على الأسئلة اللي سألتوني إياها بفيديو اسألني 2. وعقب ما أخلص الفيديو كتبوا لي أسئلتكم الجديدة بالكومنت سكشن تحت عشان أرد عليكم بفيديو اسألني 4. إيه فهبة الجديدة، خلينا نشوف جاوب مع بعض على الأسئلة الحين. اوكي، اول واحد يعني قاعد في ناس وايد لاحظت انك قاعد تسالني اسئله مكرره، انك تقول لي والله تركت لك سؤال فيديو اسالني واحد بس انت ما رديت عليه، ليش؟ من كثره الاسئله صراحه قلت ارد على الاسئله اللي فيهم اكثر شيء تكاثر. ناس وايد قاعد تسالني نفس السؤال، اذا السؤال كان وايد متكرر قاعد اجاوب عليه، اذا السؤال كان وايد برود مثلا مو قاعد ارد عليه، او قاعد ارد عليه بكومنت او بريبلاي. فاذا ما رديت على سؤالك بفيديو اسالني واحد، وما رديت على سؤالك فيديو اسالني 2 بهالفيديو، اقرب ما لنا يمكن ما كان سؤال متكرر، او انه كان سؤال اوريدي انا جاوبت عليه بواحد ثاني من فيديوهات. احبكم في الله كلكم واحد واحد، بس صدقوني كثرة الاسئله ما اقدر الحق اني انا ارد عليكم واحد واحد. فانا قلت عشان افيد الجميع فكرت ان انا اسوي الفيديوهات اني اجاوب على الاسئله لاكثر شيء ممكن تكون متكرر من الناس عشان العموم يستفيد. فسامحوني اذا انا مقصر معاكم من ناحيه اجوبه على الاسئله، بس الوقت والله العظيم الوقت مو قاعد يسعفني ان اقدر ارد على كل الاسئله. فوهلوني ان شاء الله راح احاول اني ارد على جميع الاسئله اللي انتم قاعد تسالوني اياها، بس ان شاء الله الوقت يكون يعني يسعفني. في واحد من الاسئله صراحه يعني يمكن ما كان متكرر، بس وايد ناس قاعد تسالني اياه باماكن مختلفه غير عن يوتيوب. جتني ناس بانستغرام وجوني ناس بالايميل قاعد يسالوني نفس السؤال، ان شلون انت تبلش تصور فيديو يوتيوب؟ يعني مو تقنيا، معنويا. ربي لك الحمد، لاني انا كنت متطلع طول عمري بهالسوالف، او مو طول عمري يعني من عمر اللي اذكره اني اتابع السوق وما اعرف ايش، فاشوف هالشغلات هذه من ناحيه التقنيه بالذات التليفونات والكمبيوترات وكذي. فلاني انا متطلع من هالنوع، لما ابي اصور فيديو ما احاول اني يعني ما اقعد احضر مثلا شنو الموضوع اللي بتكلم عنه او شنو شغله انا بقول فيها. اذا في معلومه معينه احد سالني عنها وماني متاكد عنها، اتاكد قبل ارد عليه علشان اكون متمكن من المعلومه اللي انا اعطيتها. بس انا بالنهايه بشر، اكيد راح اغلط ومليون مره راح اغلط، ولا راح اوقف عن الغلط. فعلشان انا ما احاول اغلط اعدل من المعلومات اللي انا اعرفها. فمعنويا اذا بي اصور فيديو يعني الواحد يقول اذكار ويسمي بالرحمن ويتكلم وسبحان ربي، يعني المعلومه تكون موجوده، بس اللهم ان شلون انت تترجم المعلومه من المخ توصلها للحلج وللسان عشان تقدر انت تقولها. فاتوقع هذه هي يعني الشغله اللي اصعب شيء ممكن واحد يواجهها لما يبي يسوي او اي نوع من فيديو، مو شرط عن تقنيه او اي شيء من هالنوع. ناس وايد قاعد تسالني عن شنو افضل جوال او تليفون حق التصوير الليلي. خذوها قاعده، اذا كانت الكاميرا عدستها كبيره الابتشر مالها عالي، هذه تدخل اضاءه اكثر فراح تعطيك تصوير افضل بالاضاءه المنخفضه بغض النظر عن ال اي دي فلاش اذا كان في سنجل تون او دول تون. والشغله الثانيه اللي راح تساعد بالتصوير بالاضاءه المنخفضه هو ال اي دي فلاش، اذا كان في دول تون راح تطلع الصوره اوضح من السنجل ال اي دي تون في حاله اذا كان الابرتشر نفس الشيء بالعدستين. والاوضح شيء طبعا اكيد راح يكون الزينون فلاش، وما نشوف الحين احنا قاعد ينزل على تليفونات وايد، قاعد ينزل على تليفونات تكون فلاج شيب سنترك، تكون حق الكاميرات كتليفون يكون كاميرا اول شيء بعدين يصير تليفون، مثل لوميا 1020 ال 41 ميجا بكسل من نوكيا، وسامسونج جالكسي كي زوم، والجالكسي كاميرا اس 4 جالكسي كاميرا. فهذه الكاميرات تكون عاده اللي تعطيك اضاءه افضل يعني تصوير احسن بالاضاءه المنخفضه، لان تستخدم نوع عالي من الفلاش او يكون الابتشر مالها عالي فتدخل لك اضاءه اكثر فتعطيك صوره افضل بالاضاءه المنخفضه. في ناس وايد قاعد تسالني اذا في مثلا مايكروفونات تركب على التليفونات. في تحصل بامازون وايد، انا طلبت واحد ماركه بويا اشتغل بس ما كان لحن واضح. بالنهايه لما انت تبي المايكروفون مال الكاميرا يلقط لك الصوت لازم تكون في مكان الصوت يكون معزول علشان يقدر يميز شنو الصوت اللي انت تبي تلقطه بالضبط، لان اذا كنت تصور برا مثلا راح يلقط لك كل شيء حواليك. وفي كانسليشن يكون حق النويز، بس للحين ما راح يطلع لك الصوت اللي انت تحتاجه.
مدونة ميد ان كويتي جزاها الله خير عطتني مايك البلو يتي، لحين ما صورت فيه ولا فيديو بس ناوي ان انا اجربه، وهو نفس المايك اللي يستخدمه نواف سويد في فيديوهاته، ومايك جدا قوي صراحه يلقط الصوت وكل شيء. بس انا من الناس اللي افضل اني اسجل الصوت مع الصوره بنفس الملف، عشان حتى لما يسوي اديتنج اقدر ادخل شيء ثالث اذا ابي، وما حاتي ان كالبريشن يكون ما بين مستوى الصوت ومستوى الفيديو، عشان لا يسبق مثلا الصوت الفيديو او الفيديو يسبق الصوت. ليه ماني محترف بغض النظر على الفيديوهات اللي قاعد اسويها، ليه ما عد روحي ان انا انسان محترف بالانتاج والاخراج والتصوير، فقاعد اتعلم ان شاء الله بكل فيديو قاعد اتعلم، وان شاء الله كل ما اتعلم شيء جديد اكيد راح اشرح لكم اياه قدر المستطاع علشان اقدر اوصل معلومه. فحد سألني خوش سؤال، قاعد يقول في اخبار على سايجس في 2 او الفي سكوير. انا من الناس اللي طلبوا التليفون، ووصلني اول مره ايميل قالوا لي انه راح ينزل بشهر 3. بعدين لما كنت مؤتمر برشلونه عبد الرحمن العنزي اذا الله خير راح حق البوث مالهم، انا ما رحت وياه بس هو راح وكلمهم وشاف الجهاز وكل شيء، وقالوا انه في تاخير بسيط ان شاء الله راح يكون على الجهاز. بس الحين انا وصلني ايميل منهم انه راح ينزل خلال شهر 5 بالتحديد 22/5/2015، واللي اوريدي طالبه يعني يعني هديه منهم انه معتذرين ان الجهاز تاخر على ما وصل لكم، راح يعطونا معاه سماعه ببلاش. فالتليفون راح ينزل المفروض على شهر 5، ان شاء الله ما يتاخر اكثر من كذي. وايد متلهف او متحمس اني انا استخدم الجهاز، فان شاء الله اول ما تطلع اخبار زياده عن الجهاز راح ابلغكم اول باول. فاحد سالني قاعد يقول ان انا سالتك من اول فيديو وانت ما رديت عليه، اوكي قاعد يسالني عن شاشه النكسس 6. اخي الفاضل، انا سويت مراجعه حق النكسس 6 منفصله بروحها، وبعدين سويت مراجعه عقب ما استخدمت النكسس 6 بشهرين هم منفصله بروحها. ما اقدر اتكلم اكثر عن شاشه النكسس 6، يمكن النكسس 6 اللي انت شفته بالمحل الوانه كانت باهته، بس مقارنه بشاشه النكسس 6 هل هي اوضح من شاشه الون بلس؟ مليون مره. البانل مالها اموليد والريزولوشن مالها كواد اتش دي، الون بلس البانل ماله ال سي دي والريزولوشن ماله فول اتش دي. ال سي دي والاموليد الريفرنس مالهم يعتمد على شنو انت تشوفه اوضح. عاده الالوان الباهته تكون على ال سي دي اكثر من الاموليد، الاموليد تعطيك الوان فاقعه والبرودكشن مالها وايد احسن والساتوريشن مالها يكون وايد اقل. فانا بوجهه نظري شاشه النكسس 6 افضل من شاشه الون بلس بمراحل، فاتوقع الشاشه اللي انت شفتها بالمحل ما كانت زينه. في اسئله اللي تكون متكرره من ناحيه عندي ايفون، عندي ويندوز فون، عندي اندرويد فون ما يحدث او ما يتحدث، او انا حدثته وصار بطيء، او انا حدثته البطاريه صارت ما تعطيني نفس الوقت اللي المفروض تعطيني اياه، او انا عندي سوار رياضه والحين لما سويت له تحديث ما قام يشتغل عدل. هذه الاسئله كلها تحت قبعه شيء واحد، التحديثات اللي تجي من الشركات تعدل شيء وممكن تخرب شيء ثاني، هذا الشيء وارد وصارت ويا ابل لما بلشت بالاي او اس اصدار الثامن لما نزل اخر السنه العام. الايفون 6 بلس اول ما استخدمته كانت بطاريته نار وشرار، واحده من اقوى بطاريات اللي استخدمتها بسنه 2014، لما سويت له تحديث صارت من اسوء البطاريات اللي استخدمتها بسنه 2014. بعدين صار يسوون تحديث عليه اكثر عشان يعدلون البطاريه، بس بالمقابل عندك الفريم سكيب اللي كانت موجوده بالشاشه اللي تكلمت عنها بالمراجعه مالته. فانت تقدر تسوي تحديثات على التليفون لما الشركه تدز لك التحديث، ثق وامن كل تحديث راح يعدل شيء بالتليفون، واحتمال وارد جدا انه هو يخرب شيء ثاني كان شغال ممتاز بالتليفون. ف راح ينزل هم بعدين تحديث عشان يعدل هالشيء، بس النظام التشغيلي عمره ما راح يستقر، والوضعيه اللي هو راح يخليه انه هو يستقر لما ينزل نظام تحديث جديد بالكامل يغير واجهه شكل الجهاز او يغير شغلات جذريه بالجهاز. فهذا هو عالم التقنيه، يعني بني ادم يتعب ويمرض ولازم ياخذ علاج ويريح، فما بالك الاجهزه، اكيد النظام التشغيلي راح يكون فيه شغلات تتعلق وتخرب شغلات معينه وترد تتحدث عشان هي تتعدل. هذه سياسه شركات مو عشان تسويقيه، بالعكس هم يبون يعطونك نظام تشغيلي من اول مره ما يخترب عشان يدعمون الناس عليه وايد، بس الوضعيات اللي الناس تستخدم فيها التليفون تختلف عن الوضعيات اللي هم يسوون عليها تجارب، فلازم ينزل علشان انت تقدر بعدين تشوف الوضعيات اللي انت قاعد تحط عليها علشان يعطيك الشغلات اللي انت تحتاجها. واحده من الشغلات اللي موتورولا تسويها مثلا على سبيل المثال توي على بالي ان هي تسوي شغله اسمها السوك تيست. شنو يعني سوك تيست؟ سوك يعني مثل السبونج، السفنجه اللي تشفط الماء او شيء رطب، فهم يسوون سوك تيست، ينزلون تحديث حق ناس معينه قابلين ان هم يستخدمون نظام تشغيلي يدرون ان في خرابات كثيره، بس عشان يسوون عليه تجربه ويعطون فيدباك، يعطون المحتوى يعني حق موتورولا يقولوا لهم شنو الشغلات اللي لازم هم يعدلونها. فهذه شغلات حلوه من مثلا موتورولا علشان تعدل النظام التشغيلي مال الجهاز قبل لا ينزل حق العامه او العموم. ف
هذا طبيعي يا جماعة الخير. إذا عندك تليفون حدثت البطارية قامت تخلص بسرعة، أو عندك تليفون حدثت الكاميرا ما قامت تشتغل عدل، أو حدثت شيء جدا وارد، بس راح الشركة تنزل لك تحديث جديد تعدل لك هذه الشغلة. إنزين، في وايد ناس هم قاعد تطلب مني إني أسوي فيديوهات مثلاً شلون تستخدم البلاي ستور مال أمريكا، أو إن شلون تسوي شغلات هذه. أنا لما قررت إني أسوي فيديوهات على اليوتيوب قررت إني أسوي فيديوهات الكل ممكن يستفيد منها. ما حبيت أدش وايد تفاصيل تقنية إني أتكلم بشغلات أرقام أو شغلات ممكن ناس وايد ما تلقطها أو إن ما تهتم فيها. ف شلون تحول البلاي ستور من العادي للأمريكي؟ وايد شغلات تقدر أنت تسويها طبعاً، بس بالنهاية هي مو سيف من ناحية الاي بي ادرس مالك، وممكن أن تسبب لك مشاكل بعدين مع البلاي ستور. إذا تبون فيديوهات تكون وايد تقنية أني أتكلم فيها وايد تقنية، شلون تسوي روت وشلون تسوي ما أعرف إيش، كتبوا لي يا بالكومنت سكشن أو عطوني ثمز أب بهالفيديو علشان أسوي لكم شيء مثل هذا. لأن فكرت أن الشخص العادي لما يبي يستعمل تليفون هالأمور هذه كلها يمكن ما تأثر فيه وايد. في وايد ناس سألتني حتى لما أشوفهم، يعني لما أكلمهم وي وتتعرف عليهم وكذي، يسألوني إن شلون سويت المقدمة مالتك. بكل بساطة المقدمة مالتي جتني كهدية بس من موقع جدا ممتاز. أي واحد ممكن يروح حق الموقع ويطلب من شخص إنه هو يسوي له الشيء، موقع freelance.com. أذكر لما جيت أنا بأسوي سألت نواف سويد الله يذكره بالخير، قلت له إنين واحد يقدر يدش مثلا يشوف له انتروز ما أعرف إيش. أعطاني مواقع معينة إن فيها انتروز تكون تمبلت أوردي موجود حق أي حد إنه يأخذها. حاولت أتعلم إن أنا أسوي بروحي برنامج After Effects بس ما قدرت أسوي شيء اللي أنا أبي، وبعدين حسيت إن عشان أتعلم ونزل شيء اللي أنا أبي راح أطول. فدخلت موقع freelance.com وحطيت البروجكت اللي أنا أبي، ويصير هناك مثل مزاد ناس تي تعرض عليها خدماتك بالخبرة اللي أنت تحتاجها وهم يشتغلون ويسووا لك إياه. فسويته موقع freelance.com. في أحد سألني إذا أنا شاركت بقمة رواد التواصل الاجتماعي هذه السنة. لا والله، لأني أنا ما أدري إذا من الرواد التواصل الاجتماعي، بس لا ما شاركت، واعتبر أنا من رواد التواصل الاجتماعي ما أدري أنت قولوا لي. في أحد سألني خوش سؤال، راح يكون من سامسونج جالكسي 6 نسخة اللي تدعم شريحتين. يس، أوردي موجودة بالسوق الروسي إذا ماني غلطان. راح ينزل من S6 اللي يدعم شريحتين، بس هل راح ينزل من S6 Edge اللي يدعم شريحتين؟ ما أدري. أتوقع ممكن ينزلون S6 Edge يدعم شريحتين، ليش لا؟ التليفون ناجح وهم قاعد يحطون كل قواهم التسويقية إن هم يسوقون حق التليفون. والمصنعية مات المعدن، هل هي راح تقلل قوة الإرسال؟ هذه المشكلة صارت بس مع الآيفون 4، حتى لو تلاحظون ما صارت مع الآيفون 4S، لأن الآيفون 4 كان فيه ثلاث أرايل محطوطة برا. عندك أريل كان مال الجي بي اس ويا الواي فاي، وعندك أريل مال السيجنال نفسه، وعندك طبعا الأريل الثاني مال الترانسميتر بلوتوث ما أعرف إيش. فما كانوا حاسبين حساب أبل لما إن أنت إذا مسكت التليفون بطريقة معينة إن أو الطريقة الطبيعية، مو معينة، الطريقة الطبيعية إن التليفون راح جسم الإنسان الإيد مال الإنسان راح تنقل يسوي التماس حق هذا الأرايل، فتقل الشبكة أو إن الإرسال يصير وايد ضعيف. هذه المشكلة مو موجودة بالجالكسي S6، مو لأن جالكسي S6 بس لأن توزيع مات الأريل نفس الطريقة اللي سووها بالآيفون 4S عدلوها علشان ما تتكرر هذه المشكلة مرة ثانية. إذا عندك الحين أنت آيفون 4 وآيفون 4S لو تلاحظ الخطوط المحطوطة مات البرواز الشاصي مات التليفون راح تلقاها أن هي مختلفة عن الموجودة بالآيفون 4، فهم عدلوها تداركوا الموضوع وعدلوا لما نزلوا الإصدار مال آيفون 4S، وتداركوا الموضوع عدلوا بالآيفون 4 لما وزعوا بمبر ببلاش أو كفر ببلاش تقدر تأخذه عن طريق شركة أبل. في أحد سألني سؤال بالإنجليزي، يسألني Do you play any games on your PC or do you have a favorite game؟ أولا أنا الكمبيوتر ما ألعب عليه غير مهجانج أتوقع كذي البرونونسيشن مالها، مهجانج أو سوليتير أو سبايدر سوليتير. ما ألعب ألعاب على البي سي نفسه، أنا ما أحس إن الكمبيوتر صنع عشان نلعب عليه. وإذا أنت تبي تلعب على بي سي لازم تشتري لك بي سي خاص حق الجيمينج، جرافيكس كارد يكون وايد عالي، رام يكون وايد عالي، وما أحس إن الكمبيوتر صنع حق كذي. بس ألعب فيديو جيمز، يس أنا ألعب فيديو جيمز وايد، والله يعلم يعني إن أنا بغيت أنزل لكم فيديو كان جدا ممتاز مصورة مع أخوي الصغير حسين راجحي، أخو فيصل راجحي الوردي مصور معه فيديوين. حسين الراجحي يحب الألعاب للحين، يحب الألعاب وهوايته الألعاب، وعنده كولكشن وايد كبير من الألعاب، ويعني أنا طفولتي معاهم فربيت وياهم نفس البيت وربينا على نفس الألعاب ونحب نفس الألعاب، وبغيت أنزل فيديو معاه نتكلم عن الألعاب. ونزل الفيديو مدة يمكن 5 دقائق بعدين شلته، لأن كل ما أرفعه على اليوتيوب ينقطع عقب 18 دقيقة أو 15 دقيقة، والفيديو كان وايد أطول من كذي.
طلع عندي كربتد فايل، والحين قاعد احاول اصور الفيديو مره ثانيه، بس احتاج ان ننسق وقتي انا مع حسين راجحي عشان اصور الفيديو مره ثانيه. بس يس وايد احب الالعاب، وانا اعتبر نفسي هارد كور جيمر. ودي العب كثر ما كنت العب قبل، بس الحين الوقت اكيد ما يسعف كثر ما كان يسعفني قبل. بس شنو العابي المفضله؟ هيلو. هيلو واحدة من العاب المفضلة، وايد احب لعبة هيلو. لعبنا لعبة هيلو يعني مع ربعي مقربين، كنا نحط اصلا ثلاث شاشات وثلاث اجهزة اكس بوكس 360 ونلعب هيلو مع بعض. كنا نسوي لان كونكشن ونلعب، وكنا نسوي فورجينج حق المابس ونلعب. واكثر لعبة لعبناها كانت هيلو 3 ODST، هذه يمكن كانت اكثر لعبة ادمنا عليها ولعبناها. من العاب الثانية المفضلة طبعا نيو ايج، هي God of War. God of War يعني من الألعاب المفضلة، لأن الكاركتر كريتوس بحد ذاته وايد استانس عليه. شخصيته كانت يعني العصبية اللي هو فيها وانه شلون يطلعها، كنت احس انه اصلا تعالج النفس. انت لما تلعب اللعبة قاعد تطلع العصبية اللي فيك، فكانت تعالج النفس. فهذيل يعني من الألعاب المفضلة من ناحية نيو جينيريشن. طبعا اول جينيريشن ستريت فايتر، ريزنت ايفل، شركة كابكوم عامة ألعابها وايد حلوة، ميجا مان، ما ميجا مان، سوبر ماريو، من ما يحب سوبر ماريو، وسونيك ذا هيدجهوغ. واحب العاب المصارعه وايد، رسلمانيا 2000 ونو ميرسي، ريفنج، دبليو سي دبليو، ان دبليو وورلد تور، وايد العاب. نيد فور سبيد القدم، نيد فور سبيد 1 2، نيد فور سبيد 3 هاي ستيكس، وبعدين نيد فور سبيد 4 او نيد فور سبيد 3 كان هوت برسوت، ونيد فور سبيد 4 هاي ستيك. قاعد اتكلمكم عن بلاي ستيشن 1، بلاي ستيشن 1. فهذه من الالعاب اللي انا احبها صراحه. خش سؤال، ودي ان شاء الله اسوي فيديو عن الالعاب. عندي مشكلة وايد كبيرة مع ناس وايد، ان لما اتكلم عن التليفون استخدم مصطلحات انجليزية وما يعرفون معناها. فانا قاعد افكر اسوي التالي، ايش رايكم كل ما استخدم مصطلح انجليزي اكتب لكم ترجمته بالفيديو تطلع لكم تحت؟ خوش راي يعني، ما اتم استخدم المصطلح الانجليزي بس اكتب لكم ترجمته بالعربي، ما لازم تقرونها تحت بالكومنت سكشن، لا انا قاعد اقرا، انا قاعد اتكلم راح تطلع كذي خط، شيء كنا خط اخباري الترجمة ما تلكلمة. إذا قلت مثلاً flagship تطلع لك شنو معنات كلمة flagship، إذا قلت processor تطلع لك شنو معنات كلمة processor، وكذي أقدر أنا أتم استخدم المصطلحات اللي هي أساساً مصطلحات أجنبية. أنا بعد أتعلم المصطلح العربي لأن راح أكتب لكم ترجمته تحت، ومنها أنتوا تتعلمون المصطلح الإنجليزي لأن كتبت لكم ترجمته تحت، فنستفيد من بعض. أتوقع خوش رأي. في احد قاعد يسالني عندي ويندوز 8.1 تنصحني اسوي ابديت 10؟ لا، لا تسوي ويندوز 10 ابديت الا لما ينزل بشكل رسمي. عليه وايد مشاكل، حتى اللي على البي سي يمكن مستقر اكثر من على التليفون، بس انطر لما ينزل الشيء رسمي. اولا الدعم حق الويندوز فون مو كثر الاندرويد، عشان تقول مثلا لو تسوي بريك على جهازك او انك تخربه تقدر تستعين باحد انه يساعدك انه يرجع لك اياه. فانصح وبشده اللي عنده ويندوز 8.1 وناوي انه يسوي له ابجريد حق البريفيو فيرجن مال ويندوز 10، تاكد انك انت عارف ايش قاعد تسوي، لان اذا اخترب التليفون راح تكون انت بروحك، مو سالفه انك تودي مثلا حق اي احد انه يعدل لك اياه. فانصحه بشده قبل لا تتعبث بالتليفون، تعرف على التليفون. اوكي، في احد سالني كم طولك؟ 182. في احد سالني ان هل الاس 6 اللي انا نزلته بالفيديوهات عندي كانت الاس 6 مالت التجربه مالت التست؟ يس، كل الاس 6 مودلز اللي انا استخدمتهم ان كانوا برشلونه او هني بالكويت كانوا اجهزه مال التست، تست مودلز. الروم اللي عليهم مو ثابت، والروم اللي عليهم ما راح يكون هو الفاينل برودكشن، والجهاز نفسه هو يكون التستنج يونت. يختلف تماما لما انت تجي تستخدم بعدين البرودكشن يونت. لما لاحظت الفروقات ما بينهم، لما استخدمت الاس 6 والاس 6 اج اللي كانوا موجودين ببرشلونه حسيتهم يمكن اقرب حق البرودكشن يونت، مع اني شفتهم اول ما نزلوا اكثر من اللي شفتهم بالكويت. لان اللي بالكويت اول ما استخدمنا التليفون اصلا قام ينزل له OTA، وناس وايد كانت موجوده هناك للاسف على بالها ان التليفون كان قاعد يعلق او انه خربان، ما كانوا عارفين انه هو قاعد ينزل له OTA وهم كانوا قاعد يستخدمونه، فالمعلومه كانت خطا بالنسبه لهم ان التليفون قاعد يعلق. بالعكس تماما. وشغله ثانيه، الاس 6 او الاس 6 اج او اتش تي سي 1 ام 9 او ال جي جي 4 او اي تليفون بالدنيا راح ينزل، وراح انت تشوفه اول ما ينزل راح يكون تيستينج يونت لما تشوفه بالمؤتمرات او التليفونات اللي ممكن يعطونك اياها عشان انت تجربها. فهذه راح تكون كلها تيستينج يونت مو الفاينل برودكشن يونت، وتظلم الجهاز صراحه لما انت تقرر او تحكم على الجهاز من هاليونت نفسه، غير لما انت تاخذ التليفون وتحط كرتك بالتليفون
وتحط وضعياتك وتحط شغلك وتسوي انت بعدين المراجعه والتقييم مالتك علشان انت تستخدم التليفون راح يختلف تماما. هالشيء بين حتى لما انا استخدمت الاتش تي سي 1M9 لما سويت اول ما جربته بالمؤتمر مالهم برشلونه نظام التشغيلي ما كان سلس حتى 0% مقارنة بالنظام التشغيلي اللي كان موجود على البرودكشن يونت لما نزل الجهاز واشتريته بنفسي، فيختلف تماما. يعطيك الصحة والعافية. أول شيء على المدح، ماني معلم أحد ولا أنا أستاذ أحد، يعني مشكورين أول شيء والله العظيم تحرجوني أخجلت تواضعي. ربي لك الحمد، معلومة عندي بس أبي أوصلها. مشكورين على المدح صراحة، بس قاعد تسألني خوش سؤال وأبي أرد عليك. إنه راح تدش أنت بعالم الرومات والروت والكيرنلز وما أعرف إيش. أنا وردي بهالعالم، وايد من تليفوناتي مسوي عليهم روت ورومات وكيرنلز وما أعرف إيش. واحدة من التليفونات الأكثر شيء استانس عليهم لما أغير الكيرنل مالهم هو الـ HTC أو الموتوريلا، لأن لما تغير الكيرنل يشيلون الريد وورنينج مالهم إن أنت قاعد تستخدم تليفون عليه روم مثلاً مو مدعومة أو عليه روم ممكن يخرب الجهاز. فمبلا استانس عليهم. وفي ناس قاعد أحصلهم بإنستغرام قاعد أفكر جد إني أتواصل معهم، بس أنا قاعد أسوي لهم فولو لأنهم ما شاء الله لا إله إلا الله مخهم وايد نظيف من ناحية الطباخ وإنه يسوون أهم رومات وروت وكذي. فقاعد أفكر جد، إذا فكرة هذه عجبتكم قولوا لي إني أسوي روم اسمه سلوركس ويكون في التطبيقات اللي أنا أحبها بلتن. أول ما تنزل أنت الروم راح تكون هي موجودة بلتن وفيها الشغلات اللي أنا أستخدمها بلتن، وأي أحد يقدر يحملها على تليفونات الأكثر شيء معروفة مثل التليفونات اللي راح تنزل خلال هالسنة. فإذا عجبتكم الفكرة خل أتواصل معهم، لأن أنا ما أعرف أطبخ الروم. حاولت أسوي روم مرة ونزلت الجي إم بي بنش ماركس وما أعرف إيش، ما قدرت إن أنا أطبخ واحد لأن يبي لهم جابر الصراحة، وأنا يعني لا هي دراستي ولا أتوقع مخي هو البروغرامينج، يعني ما عندي أنا بالبرمجة. ففكرت إني أتواصل مع أحد إنه يسوي هالشيء، فإذا فكرة جازت لكم أعطونا ثمز أب. في ناس وايد قاعد تعطيني خوش اقتراحات على شغلات ممكن أنا أزيدها حق القناة، يعني مثل فيديوهات تعليمية شلون تفعل الشريحة ولا شلون تفعل شغلات معينة بالتطبيقات أو بالإعدادات أو ما أعرف إيش. والله العظيم ودي أسوي لكم كل شيء، بس لو الوقت بس يسعف إنه الواحد ينزل هالشغلات. لأن في واحد قال له أحمد إبراهيم السمي والله مو ناسي الاقتراح اللي عطيتني اياه وافكر فيه يوميا شلون انا نزله، بس لو الوقت بس يسعف. يعني حتى لما ناس وايد تسالني هل انت عندك يوم معين من الاسبوع تنزل فيه فيديو ولا عشوائي، ودي اقول لهم انه والله يوم الفلاني يوم الفلاني راح ينزل فيديو احمد بوعريكي راح ينزل فيديو، بس ماني قادر ان حتى اثبت يوم معين من الاسبوع انه والله اي هذا اليوم اللي هو نزله. في شغلات الحين قاعد تتطور عندي بحياتي الشخصيه، خل تستقر شوي الامور علشان واحد يقدر يثبت له مثلا موعد معين انه هو يقدر ينزل شغلات معينه حقكم اسبوعيه، مثلا تعليمات او تطبيقات او راي بشغلات معينه، او لو اقل ما فيها اسوي فيديو اخباري شنو صار من ناحيه الاخبار التقنيه او شنو هالاسبوع مثلا نزل او تم الاعلان عنه. فان شاء الله ناوي، يعني هذا الحين فيديو سالني ثلاثه يمكن هذا اكثر شيء انا قدرت التزم فيه، لان لاحظت ان وايد ناس قاعد تسألني أسئلة وحرام ما يرد على أحد. لا والله العظيم الله يعلم أنه لو أقدر أرد عليكم كلكم راح أرد عليكم كلكم وأخذ وأعطي معاكم. فهذا اللي أنا قاعد أحاول أسويه، وسألني ثلاث وفيديوهات تسألني هي أكثر مثال تبين لكم أنه يعني قاعد أخذ الوضع جد، أنه أبي أرد عليكم وأنه أبي أوصل لكم شيء لو أسبوعي. في أحد قاعد يسألني خوش سؤال، قاعد يقول لي إذا أنا طلعت من النت وخذوا مني ضريبة شلون أنا أقدر أرجعها؟ في عندك توتوريالز موجودين بالنت يقولوا لك شلون إذا مثلا طلبت من أمازون بس إنك تثبت إنك أنت ما استخدمت الشغلة بأمازون على طول شحنتها لبرا راح تقدر أنت ترجعها. في شغلة اسمها تاكس ريفند أو تاكس ديدكتبل، إن أنت بس تعطيهم الإثبات إنك أنت شحنتها على طول برا أمريكا راح يرجعوا لك التاكس. وصلني خوش سؤال من أخوي فيصل الحمد، هل تعتقد إن المستهلك العادي يحتاج ساعة ذكية؟ لا، كل اللي أعرفهم عندهم ساعة ذكية لهم مقاقة لهم خلق بهالأمور، بس هل أنصح أنا إنسان عادي أنه يأخذ ساعة ذكية؟ يس، بالذات الشخص اللي ما يهتم يمكن وايد بالساعات، لأن للحين ساعة ذكية أكشخ واحدة يمكن الموتوريلا موتو 360، أكيد ساعة أبل راح تكون وايد كشخة، وأكيد ناس وايد عادية راح تشتري ساعة أبل لأنها ساعة أبل. بس
هل الإنسان العادي رح يحتاج ساعة ذكية؟ ليه الحين لا، بس بالمستقبل ممكن، وممكن واحد ممكن، لأن أتوقع أصلاً الواتش ميكرز الأساسيين اللي يسوون ساعات أصلاً هم بالسوق بس عشان يسوون ساعات، راح يأخذون نظام تشغيلي معين موجود بالمستقبل القريب ويحطون على ساعاتهم، وتصير هالحركة هذه كل الساعات تكون ساعة ذكية، فلازم غصب عليك تستخدم ساعة. بس حالياً لا. في أحد قاعد يسألني عن ساعة سامسونج جالكسي جير اس، وش رايك فيها؟ أنا قاعد أفكر أشتريها، وبالذات نظام تايزن. والله من قبل يومين كنت قاعد أتكلم في هالموضوع مع أخوي سام الضاوي وعبد الرحمن العنزي. النظام التشغيلي اللي على جير اس مثل ما أنت تفضلت نظام تشغيلي مال تايزن. نظام تشغيلي مال تايزن بلشت فيه شركة سامسونج مع انتل، عقب ما ميجو اللي كانت شغالة مع نوكيا خلاص اقتلوا وبلشوا انهم يشتغلون نظام تشغيل مال تايزن. انا ما احس ان نظام تشغيل مال تايزن راح يقارن او يقايش مع اندرويد وير في المستقبل، بس حاليا يعطيك وايد شغلات يمكن انت ما تحتاجها على ساعه ذكيه. بالنهايه انت ما تحتاج كيبورد عشان تكتب على الساعه، حتى شغلات وايد قاعد تعطينا اياها الابل واتش مثل والله شوف الصور وشوف ما اعرف ايش، منو انت تعرفه راح يروح يعني بزواره ولا راح يروح لك بالدوام يقول لك شوف شوف صورتي لما سافرت مثلا، ولا ما تحتاج هالسوالف. كل اللي تحتاج على ساعة ذكية حاليا نوتيفيكيشنز تخليك انت ان تستغني عنك ان تطلع التليفون كل شوي من مخباتك، مثل تمبلت معينة تقدر ترد على مسجات واتساب ولا مسجات اس ام اس ولا ايميلات معينة، تقدر تمسح نوتيفيكيشنز، تقدر تسوي كلير حق نوتيفيكيشنز. هذه شغلات اللي انا احس المفروض موجودة حاليا على ساعات ذكية او ويربلز عامة، اكثر من والله انا شاشة عندي 2 بوصة واقدر احط فول كيبورد واقعد اكتب وما اعرف ايش، لان ما اشوف انا المستقبل الناس قاعدين كذي يكتبون وكذي، لا راح يكون اكثر من كذي مثل ما قلت لكم بالفيديو اللي طاف على سالفه الهولوجرامز والفيرتشوال رياليتي اكثر. اوكي، في احد قاعد يسالني عن حق الرسم، قاعد يقارنون السوني فايو مع السيرفس برو 3. انا ما استخدمت السوني فايو بس استخدمت السيرفس برو 3. السيرفس برو 3 حق الرسم اعطيته حق احد مربعي بيحب يرسم، رسم عليه وبصراحه ما ذمه، وايد مدحه، عجب الجهاز بشكل فظيع. بس اتوقع في وايد شغلات الحين يعني اكسترنال، شغلات ما تكون بلتن مع الجهاز اللي تشترونه، ان انت تقدر تركب علشان يساعدك حق الرسم حق الانيميشن. بس انا نظرتي الشخصيه قاعد اشوف ان اكثر ناس اللي اعرفهم وايد يرسمون قاعد يستخدمون ايبادز، فالسيرفس برو 3 اتوقع مو في نقص من ناحيه البروسيسور او المعالج او الهاردوير نفسه كثر ما في نقص من ناحيه الاوبريتنج سيستم، النظام التشغيلي ماله ما يدعم البرامج اللي يمكن انتم تحتاجونها كرسامين. بس اذا انت اوريدي قاعد تستخدم ويندوز وقاعد تحط شغله زياده مثل نوتا او شيء وترسم عليها ديجيتلي علشان تسوي انيميشن، السيرفس برو 3 راح يكون يدعم الليجسي ابس مالت الويندوز، فراح تشتغل عليه وهو شاشته بحد ذاته تاتش ويا الستايلس ماله، فاتوقع راح تستفيدون منه من هالناحيه هذه. اتمنى اني جاوبت على السؤال. في واحد كاتب لي طنش سؤالي يا معود، اسمح لي ما ابي اطنش سؤالك يا معود. شنو احسن جهاز بالسوق عليه اندرويد خام؟ اولا اندرويد خام ما ينزل على اجهزه النكسس، فاحسن جهاز بالسوق حاليا هو الجهاز الوحيد من النكسس هو النكسس 6، فاحسن اجهزه خام هم النكسس لان ما في اجهزه ثانيه تنزل خام الا النكسس. السؤال الثاني، شنو تتوقع هبه التقنيه الجايه؟ شنو الهبه بالكويت ولا برا الكويت ولا برا العالم العربي؟ اتوقع الهبه الجايه اللي راح تكون عالميه بالتقنيه هي الهولوجرامز مع الفيرتشوال رياليتي، قاعد تجينا بشكل وايد سريع وكل الشركات قاعد تتجه حق هالشيء، راح تخلي الناس ان هي غصبا عليها تتجه لها لان هذا هم اللي قاعد يسوون على الريسيرش اند ديفلوبمنت اكثر شيء. اتوقع هذه الهبه الجايه من ناحيه التقنيه. في احد قاعد يسالني انه يبي يشتري سماعه بحدود $100، قصدك سماعه هيدفون ولا سماعه فيها ميكروفون حق التليفون؟ خلينا نقول تبي بس هيدفون، اخذ ماركت بوز، ماركت بوز وايد حلوه وتحصل شغلات يمكن ب $100. واذا تبي سماعه يكون فيها ميكروفون وانت تتكلم يعني بنفس الوقت، اخذ من ماركات بروميت، اي سماعه من عندهم سعرها جدا رمزي رخيص وماركه معروفه، صار لها مكانها ومجالها موجود بالسوق من ناحيه السماعات صار لها فتره. ان شاء الله اكون جاوبتك. في احد قاعد يسالني عندي فيسبوك؟ لا ما عندي فيسبوك، عندي انستغرام، عندي تويتر، عندي يوتيوب، عندي جوجل بلس لان لينكت حق اليوتيوب وبس، عندي سناب شات بس ما استخدمه، توني انزل شيء بسناب شات. احد قاعد يسالني عن ويندوز ار تي، شنو مصيره لما ينزل ويندوز 10؟ اتوقع مايكروسوفت ما تدري شنو مصير ويندوز ار تي. ما ادري ليش اساسا نزلت ويندوز ار تي. في احد قايل لي يا ريت لو تسوي لنا جوله على مجموعه تليفوناتك. اذا دشيت يوتيوب الحين وكتبت ماي برايفت فون كولكشن راح يطلع لك فيديو من قنوات يوتيوب كانت عندي قديمه، مصور الكولكشن مالي ذيك السنه. بس الحين هل انا راح احط كولكشن تليفوناتي؟ والله يمكن يوم من الايام.
اصور واستعرض شنو التليفونات اللي عندي كلاسيك، شغلات وايد وايد قديمه كلاسيك. وناس وايد قاعد تقول لي احمد ممكن تصور لنا المكتب اللي انا اصور فيه. ان شاء الله ان شاء الله راح اسوي لكم تور على المكتب، خلي اتعلم شلون استخدم 360 فيتشر جديد مال يوتيوب واسوي لكم اياها على التور حق المكتب. اتوقع راح يكون خوش فيديو. في واحد جزاه الله خير كاتب لي سؤال وايد طويل وكلام جدا حلو، وقاعد يطلب مني اني اسوي حلقه كامله اني اتكلم عن التخزين السحابي او الكلاود ستورج. تم ان شاء الله راح اسوي حلقه كامله بس اتكلم عن الكلاود ستورج. في واحد كاتب لي احمد بركي يعطيك العافيه ما اعرف ايش، تحيه الاسلامي هي افضل شيء. بلشت سويت بلاش تي سي 109، قلت يعطيكم صحة العافية معكم أحمد وعريكي بعدين شنو اسي سي 109 خط طالع، بعدين تطلع الانترودكشن ماتي. عقب ما خلصت أول ما بلش الفيديو قلت السلام عليكم ورحمة الله. في أحد قاعد يقول لي أنا محتار ما بين الماك وما بين الويندوز، والشيء اللي قاعد يخليه حير أكثر أن الأوفيس. الأوفيس موجود حق الماك وموجود حق الويندوز، أنا استخدمتهم على الماك وعلى الويندوز. أكيد الانتجريشن على الويندوز وايد أفضل من الماك. لما تعرف أنت شنو اللي تحتاجه لا تخلي أوفيس هو اللي يضايقك، بس اذا انت كنت تحتاج كمبيوتر علشان اوفيس اخذ ويندوز. في واحد قاعد يسالني اذا وصلت حق مليون سبسكرايبر شنو راح تسوي؟ اوكي، في احد قاعد يسالني قاعد يقول لي انه في تليفونات وايد ميد رينج مثل الاتش تي سي ديزاير 816 الدول سم او العاديه، هل هم راح يتحدثون لنظام الاندرويد لوليبوب؟ كل الشركات اللي راح تحدث اجهزتها لنظام اندرويد لوليبوب حطت ان التليفونات اتوقع من ليت 2013 من اخر سنه 2013 كلها راح ينزل عليها نظام اندرويد لوليبوب. بس عامه الاجهزه اللي نزلت بهالفتره هذه راح ينزل عليها نظام اندرويد لوليبوب، بس ممكن تتاخر لانها ميد رينج ومو فلاج شيب ستاتس. فهم يبدون الفلاج شيب اجهزه الفلاج شيب قبل يبدون الاجهزه اللي هي ميد رينج. في ناس قاعده تسالني شلون اسوي روت على اجهزه معينه، منها الاتش تي سي، منها موتورولا، منها سامسونج، منها ال جي، منها سوني. ترى كل تليفون يحتاج طريقه معينه حق الانلوك حق البوت لودر، فهي مو طريقه واحده تتعلمها عشان تقدر تسوي انلوك حق كل الاجهزه. هو في لانجويج لازم تعرفه مال الاي دي بي او مال فاست بوت، بس كل واحد كل شركه كل او اي ام تحتاج طريقه معينه عشان او شروط معينه عشان انت تقدر تبطل البوت لودر مالها. في احد ثاني قاعد يقول لي ليش تتوقع شركه اتش تي سي تخلت عن الالترا بيكسل؟ لان قعدت من النوم، المفروض من زمان ما كانت تسوي شيء اسمه الترا بيكسل. الترا بيكسل قاعد تحلي شيء مو موجود، هي بالنهايه 4 ميجا بيكسل، بس لان الهيوم مالها عادي فعالي فدخل ضاء اكثر، فقالوا والله احنا مسوين الترا بيكسل مو ميجا بيكسل، بس غيروا لان الريزولوشن كانت الناس تحتاجها الحين 4K، صار ستاندرد. انا اشوف بالاجهزه اللي بتنزل خلال سنه 2015 اذا الفيديو مالها ما يصور 4K هذا مو فلاجشيب ستاتس، لازم يصور 4K. فاتوقع علشان كذي هذه النقطه يعني جدا مهم انهم يسوون على 4K. وشنو اتوقع مصير شركه ون بلس؟ حلو، ون بلس 2 راح ينزل هالسنه ومتلهف، واحد من الاجهزه صراحه ودي استخدمها. مو معناته لان سانا جماد مع ون بلس فلو ان ون بلس راح تدهور او شيء، بالعكس احنا ناطرين الروم مالهم مال الاكسجين مفروض ينزل هاليومين، وان شاء الله راح ارد اراجع مره ثانيه الون بلس لما ينزل الاوبريتنج سيستم الجديد. بس اتوقع شيء حلو حق شركه ون بلس لقدام، بس ما ادري اذا بتطول اذا بتتم على نفس طريقه الانفايت ومو قاعد تسوي ماس برودكشن. ما حد راح يذبح شركه ون بلس الا شركه ون بلس نفسها على سالفه التليفونات، شلون ما تخلي كل من يشتريها لازم انفايت وما اعرف ايش. هذا الخلل الوحيد اللي انا اشوفه بشركه ون بلس. في احد قاعد يسالني عن النظارات مالوتي، الفريم من وين قاعد يجيب الفريم وما اعرف ايش. عندي وايد نظارات انا ما اشوف، يعني اقدر اسوق من غير نظاره مو مشكله، بس يصدع راسي على طول، وبعدين نظري ضعيف يمكن من كثر ما جاب الكمبيوترات وشاشات وما اعرف ايش. بس عاده الفريم مال نظارتي اخذه من اي مكان القى فيه فريم عاجبني. حاليا هذه النظاره الاكثر شيء يمكن قاعد تشوفوني استعملها من تشيلي بينز اسمهم صح، تشيلي بينز موجودين ب 360 وموجودين بافنيوز، ايه موجودين هنا. في احد قاعد يسالني عن الموتريلا تيربو، هل هو الموتريلا ماكس يعني كجلوبال جهاز جلوبال؟ الموتريلا موتو تيربو او الدرويد تيربو هو نفس التليفون مال الموتريلا درويد ماكس او ماكس 2 او وات ايفر سموه. هو من نفس الجهاز، بس واحد مكتوب عليه فرايزن واحد ومكفول حق فرايزن، والثاني مو مكتوب عليه ولا شيء ومو مكفول ويشتغل كل مكان. ما استخدمته صراحه علشان اعطيك رايي فيه، بس على الورق تليفون ملغوم يشبه الموتريلا موتو اكس اللي انا وايد احبه، بس كاميرته
اقوى والبطاريه مالته اعلى والشاشه مالته كواد اتش دي. فاحس انه يمكن الموتوريلا موتو اكس دار الثالث او سنه 2015 اللي راح ينزل ان شاء الله هالسنه راح يكون هو الموتوريلا درويد تيربو بس على شكل الموتوريلا موتو اكس. والله اعلم. وشنو ما بينه هو وبين نيكسس 6 والايفون 6 بلس والجالكسي نوت 4؟ نوت 4 هو ما بينهم كلهم اللي فيه اكثر مواصفات واقل سعرا واكثر شيء متواجد ولا كفاله كل مكان. لو هالشيء موجود بالنكسس 6 then you can get like Nexus 6. في حد قاعد يسألني ليش تليفونات أبل قاعد تنزل دول عربية بسعر وايد غالي؟ أولا تليفونات أبل غالية كل مكان بالعالم بس عندنا بعالم العربي وايد أغلى ومضاعف فيها لأن للأسف يعني الله يهدي الحال ويصلح الأحوال أن قاعد تستغل حاجة الناس. أن طبعا ما في أحد راح يحتاج آيفون 6 ولا راح يموت، مو هذا اللي أنا أقصده. أنا أقصد أن في أحد يعني عنده مبلغ مثلا ويبي يشتري تليفون بدل لا يبيع له اياه بالسعر الاصلي قاعد ياخذ عليه ربحيته 150 200 مره 300% ربح على الجهاز وقاعد يستغل حاجه الشخص لانه ما يعرف يطلب من الانترنت مثلا او شيء كذي. فعشان كذي هم غلي. بس الحين قاعد ينزلون بسعر اهون من قبل واسرع من قبل لان شركات الاتصالات قامت تداحرهم وتنزل التليفونات بشكل اسرع. لو حصل لهم شركات الاتصالات ان ينزلون تليفون ايفون نفس الوقت اللي قاعد ينزلونه الشركات اللي برا كان نزلته. بس شركه ابل هي قاعد تخصص لهم وقت معين ان هي تنزل لهم او توفر لهم الجهاز عن طريق ابل شركه ابل نفسها. فكفالتها تكون اصلا من ابل. لو تروح حق شركات اتصالات تاخذ منهم تليفون يكون فيه خراب او شيء راح ياخذونه ويشحنونه حق ابل يشوفون شنو فيه ما فيه ويبدلوا لك اياه في حاله اذا كان هو يحتاج التبديل. عشان كذي غلي ناس الله يهديه ويصلحه تبيعها بسعر غالي. في احد قاعد يسالني ليش ما تشترك مع فيصل السيف او مع اي احد من اللي كانوا موجودين معنا؟ اتشرف اني اشترك معهم ونسوي شغلات مشتركه. بالعكس احب ايد هالشيء. هذا شيء تكلمت عنه من زمان حتى بروحي مع نواف سويد تكلمت قلت له ليش ما في كوميونتي مالت يوتيوب تكون بالعالم العربي بالذات عندنا بالكويت؟ ما في كوميونتي مو شرط حتى يوتيوب، تقنيين نصير كلنا على قلب واحد نسوي كل شيء مع بعض على قلب واحد. واتفق معي على هالشغله فرانك جزاه الله خير لما شفته بمؤتمر مال سامسونج جالكسي 6 بيك بالجميره ومع ايتونز كويت هم تعرفت عليه جزاك الله خير. تشرفت ان هم يعني عندهم الفكره ان اوكي ممكن ان احنا نسوي شيء مشترك وان احنا نكون مع بعض. وفوق هذا كله شفت عبد الرحمن العنزي مع وسام الضاوي ان شاء الله راح نسوي شيء مشترك غير الشغلات اللي اوريدي سويتها مع نواف السويد وغير اللي سويته مع فيصل السيف ببرنامج مال 360. واتمنى ان يوم من الايام صراحه ادك سيارتي سلف واروح للرياض اسوي معاهم فيديو ثاني مع ماجد اندرويد. هم ان شاء الله راح اسوي معاه شغله على القناه مالته. وسلطان قحطاني اتمنى اسوي معاه شيء. محمد الحضراني بجاسم اتمنى اني اسوي معاه شيء. صلاح حامد اندرويد باشا على عيني وراسي يا رب اتمنى اني اسوي معاه شيء. بالعكس احيي هالشيء. المفروض احنا كلنا نكون قلبنا على بعض ومكاننا واحد وهذا يوتيوب وهذا الكوميونتي مالت يوتيوب ايه اللي توفر لنا هذا الشيء. وكلمه حق تنقال بشركه سامسونج بغض النظر اذا انت تحب شركه سامسونج ولا لا، ان لو مو شركه سامسونج كان ما تجمعنا. وشركه سامسونج ايه هي اللي اخذت الانيشيتيف وجمعت اليوتيوبرز والتكرز والسوشيال ميديا انفلونسرز من ناحيه التقنية. فألف شكر لكم سامسونج حق هالشيء اللي سويته وما حد ينكر هالشيء ولا حد يقدر ينكر هالشيء ان انتوا اللي جمعتونا. وان شاء الله نتم احنا متجمعين وما نفترق صراحة لان انا لاحظ ان هالشيء مفقود واتمنى ان الشيء هذا يصير اكثر. شركات شغلات مشتركة مع كل القنوات حتى صوت العماني للتقنية يعني اتمنى اني اسوي معاهم شيء يوم من الايام. اتشرف انا اتشرف فيكم كلكم وإن شاء الله نسوي أشياء وايد مشتركة مع بعض إن شاء الله يا رب المستقبل قريب نسوي أشياء مشتركة مع بعض. واحد قاعد يقول إن شاء الله لما ينزل سامسونج جالكسي S6 أكتيف أنت تكون أول واحد يسوي مراجعة يا رب. أحد قاعد يسألني الجالكسي نوت 4 مع مرور الوقت راح يصير أبطأ وشلون المصنعية؟ أول شيء خلينا نتكلم عن المصنعية. المصنعية جدا ممتازة بس مو نفس مصنعية الجالكسي S6. لا للحين جالكسي S6 مصنعيته وايد أحلى من جالكسي نوت 4 بس الجالكسي نوت 4 من أفضل مصنعيات تليفونات سامسونج اللي حاليا موجودة بالسوق. هل هو راح يصير بطيء مع مرور الوقت؟ يس 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 راح يصير وايد بطيء مع مرور الوقت لان النظام التشغيلي مال سامسونج وعامه كل تليفونات نظام التشغيلي مالها مع مرور الوقت تصير بطيئه. ليش؟ لان النظام التشغيلي قاعد يتحدث
بس البروسيسور مو قاعد يتحدث، الرام مو قاعد يتحدث، وايد شغلات مو قاعد تتحدث بالجهاز غير السوفت وير. فطبيعي جدا ان اي جهاز مع مرور الوقت راح يصير بطيء، اخذها مني. بس عامه كل ما انت تستهلك التليفون اكثر كل ما التليفون راح يصير ابطا. فاذا انت من النوع اللي ما يستهلك التليفون وايد، نفس يعني الوالده الله يذكرها بالخير وخلي لكم امهاتكم كلهم، توني مبدل تليفونها، كان عندها ايفون 5 تم معاها سنتين، اكثر من سنتين، وقاعد تقول ما في شيء احمد ليش تبدل التليفون، احمد ما في شيء تليفون ليش تبي تبدل التليفون. ف ما كانت قاعد تفرق معاها ان نظام تشغيلك يصير بطيء او اي شيء من هالنوع، تعلق مني من هناك شيء عادي، بس كانت متعايشه معاه ليش احمد تبي تبدل التليفون. فلما جيت بدلت لها التليفون خذت لها ايفون 6 هني حست انه اوكي صج احنا وصلنا حق المرحله صار سريع لهالدرجه. ف هني راح يبين التليفون انه يكون بطيء او سريع. في احد قاعد يسالني هل تتوقع ان ابل راح تسوي لنا شاشه 3 دي بدون نظاره؟ لا، ابل خلت تنزل لنا ريزولوشن سنع على شاشات علشان الواحد يقدر يمشي. كان زي لو تسوي لنا تليفون نفس الايفون 6 بلس ان الريزولوشن ماله يكون فول اتش دي 1920 ب 1080، قبل اتذكر ان هي تسوي شاشات 3 دي او حتى كواد اتش دي او اي شيء من هالنوع. فلا ما اتوقع ان ابل راح تسوي شيء وايد غريب لهالدرجه مبكر بهالوقت هذا. لا، في احد قاعد يسالني شنو احسن، نكسس 6 ولا الهواوي ميت 7؟ مراجعه مالت هواوي اس ام ميت 7 تكلمت بهالشيء بالتدقيق، ان المصنعيه مالت هواوي ميت 7 جدا ممتازه، هل تقارن بالمصنعيه مالت النكسس 6؟ الميت 7 مصنعيته احسن من نكسس 6. في ناس قاعد تسالني شنو تتوقع مواصفات الايفون 6 اس ومواصفات الـ LG G4. خلنا نتكلم عن الايفون 6S. اتوقع مواصفات الايفون 6S هي مواصفات الايفون 6، بعدين كانوا يقولون خلينا نشيل المواصفات ونخليها حق اصدار الايفون 6S. الايفون 6S اتوقع راح يكون نفس الحجم نفس الشكل، ما راح يتغير، هذا معروف. اتوقع راح يغيرون الكاميرا علشان يدعم الـ 4K، واتوقع راح يزيدون الرام يخلونه 2 جيجا بايت، وراح يزيدون المعالج السرعة مالته، راح ينزلون A9، شنو وصلوا الحين A8 A9، تشيبسيت جديد، راح يصير تليفون وايد اسرع من القديم، راح تتم نفس البطاريه، وراح يزيدون الذاكره العشوائيه. هذا اللي انا اتوقعه حق الايفون 6S. على قولت نواف سويد كل مره يقول ان ترى اللي يعرفون بشركه ابل يدرون ان النقله النوعيه ما تصير ما بين ايفون 5 وايفون 6، راح تصير ما بين الايفون 5S والايفون 6S. فكل ما انت تنطر لين ينزل التليفون اللي عليه حرف الاس هو راح يكون الطمره النوعيه. ف متوقع هو يدري ايش قاعد يقول. من ناحيه ال LG G4 شنو راح يكون مواصفاته؟ شنو انا اتوقع ال LG G4 مواصفاته؟ ال LG G4 راح يكون مواصفاته كالاتي، راح يخلون الشاشه يمكن تكون 5.5، يمكن ما يكبرون الشاشه بشكل وايد كبير او ملحوظ، وراح يصغرون الحواف مره ثانيه، راح يخلونك تحس ان ال LG G3 للحين تليفون لابق او ان تليفون كبير مقارنه باللي ينزلونه بال LG G4. واتوقع راح يحطون فيه فينجر برنت سنسر من الخلف، راح يخلون الدقه موجوده من الخلف نفس الشيء، راح يزيدون الكاميرا 16 يمكن تصير ميجا بكسل، وراح يخلون الليزر تكنولوجي، راح يحطون فيه اقوى معالج، راح يحطون فيه اقوى بطاريه، راح يحطون فيه اخر اصدار اندرويد، وراح يكون عليه شاشه فيها بيكسل ريزولوشن وايد عالي. اتوقع يمكن نشوف احنا اول شاشه تكون 3K على شاشه LG اذا مو 4K. من التليفونات اللي انا وايد متحمس على اني استخدمها من شركه LG G4، حاليا قاعد استخدم ال LG Flex 2 او ال LG G Flex 2، ماني عارف اقول اسمه ما ادري ليش، LG G Flex 2 قاعد استخدم ال LG G Flex 2 وكأنه هو LG G3 بس من حني، والتليفون صراحة روعة، وايد سريع وايد ما اعرف ايش. فاتوقع LG G4 هذا نبذة من شنو المفروض يكون LG G4. فأحد يسألني ايش رايك بسالفة ان جالكسي S6 يشبه الايفون 6؟ والله نفس رايي لما سويت الايفون 6 يشبه الـ HTC One Mate. وايد ناس قاعد تسألني عن الجوالات الصينية او التليفونات الصينية، شومي على اوبو على ون بلس، احبهم تليفونات صينيه بس ما استخدمهم وايد لان مو قاعد احصلهم، بس احب الاجهزه ما عندي مشكله وياهم، يعني اذا قدرت احصلهم راح ارجع لكم اياهم، ما عندي شيء ضدهم او شيء من هالنوع، بالعكس وايد حلوين. حتى هواوي لينوفو ترى صينيين. في احد قاعد يسالني قاعد يقول لي شنو الكاميرا انت تستخدمها تصور بقناتك؟ انا من زمان ناوي اسوي فيديو تحديث لان احتاج اسوي فيديو تحديث، وان شاء الله راح اسوي لكم فيديو تحديث جديد، تحديث 3.0 اصلا وصلت لك 3.5، بس راح اسوي لكم فيديو تحديث. الكاميرا اللي قاعد اصور فيها حاليا هي كاميرا كانون 70D، العدسه اللي قاعد اصور فيها عدسه نار، وايد احب هالعدسه. فان شاء الله لما اسوي لكم تحديث راح احط لكم شنو الكاميرا شنو العدسه كل شيء اللي قمت استخدمه الحين عقب متى من اخر تحديث سويته.
وشنو تنصحني إذا واحد يبي يسوي قناة على اليوتيوب؟ أول شيء لازم تعرف تبي تسوي قناتك عن شنو. إذا عرفت شنو تبي تسوي قناتك عنه، كون صريح مع نفسك قبل تصير صريح مع أي أحد ثاني، وبخلي شغلك كله يكون لوجه الله عشان ربي يوفقك. هذه أحسن نصيحة ممكن أعطيك إياها. ولا تحاتي وايد التصوير كثر، لا تحاتي المحتوى. التصوير بروحه راح يجي مع التعليم ومع الخبرة ومع الأغلاط اللي ممكن تغلطها، فهذا شيء راح يجي بعدين. يعني على كل اللي أنا أسويه، أنا للحين ما عاد روحي مصور، أنا مو مصور، لا كلش مو مصور، أنا تقني نمبر 1 تقني، ويمكن نمبر 5 مصور، ما أحس أن أنا مصور لا نهائيا. بس أنا لا أصور، أنا يعني أعوذ بالله من كلمة أنا لا أصور روحي، أنا لا أسوي المونتاج، أنا بلي داري هذه، أنا غرفتي اللي قاعد أصور فيها، فماني مهندس ديكور. بس إيه كل شيء أنا أسوي عندي بروحي، وأعوذ بالله من كلمة أنا مثل ما قلت لكم. بس لحين أتوقع في وايد شغلات لحين أقدر أتعلمها وأحسن الوضع اللي أنا فيه. فبالعكس إذا أنت بتبلش قناة يوتيوب، أحسن نصيحة أعطيك إياها انك تكون صريح مع نفسك، لا 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 تتصنع، خليك طبيعي، وان شاء الله الناس راح تقدرك على اللي انت عليه بدال لا تقدرك على شنو ممكن انت تصير. والله يوفقك يا رب، يوفق الجميع. في واحد كاتب لي سؤال ما فهمته، هل تتوقع اسبيرات لجهاز ون بلس 1؟ اتمنى تقرا سؤالي وشكرا سلوركس. ودي أرد على سؤالك، ما فهمت الكلمة. خوي سؤال، شنو أكثر 5 أجهزة أنت قاعد تنطرها بسنة 2015؟ لأني شفت الـ HTC One M9 والجالكسي S6، فالحين أنا مو ناطرهم، ناطر الحين الـ LG G4، سوني إكسبيريا Z4، ناطر نكسس الجديد، ما أدري شنو بيكون نكسس الجديد، بس ناطر نكسس الجديد. ناطر تليفون من نوكيا، أتمنى إنه يكون في تليفون من نوكيا، مو مايكروسوفت، نوكيا، أتمنى إنه يكون في تليفون، حتى لو ما في 3G، حتى لو ما في واي فاي، حتى لو ما في ولا شيء، بس تليفون من نوكيا، نوع ما نفس تصنيع فاسكان، نفس النوكيا N1 تابلت. والشيء الأخير اللي أنا قاعد أنطره، واخر تليفون هو اللي ناطره صراحه عقب ما شفت السامسونج جالكسي S6 شلون صار، ناطره الحين السامسونج جالكسي نوت 5، اتوقع راح يكون شيء جدا جدا مميز. والتليفون السادس انا ناطره، ادري ما سالتني تبي 5، بس ناطر فيه بعد تليفون هو الون بلس 2، وبشوف شنو راح تسوي شركه ون بلس وشلون راح تتعامل مع الطلبيات والاوردرز والتصنيع مال الجهاز حق ون بلس 2 فلاكشيب مال 2015. واحد يسألني ليش شركة جوجل تميز ما بين المتجر العربي والامريكي وما اعرف ايش، لان في شغلات تنزل هناك ما تنزل عندنا، كونتنت كرييشن ولوز وما اعرف ايش. ليش فيرجن ميجا ستور سكروا بالكويت؟ عشان هالسوالف هذه. عندك انت ميديا، قوانين حق الميديا كونسومشن بالعالم العربي تختلف عن العالم الغربي، فاكيد المحتوى اللي يحطوا لك اياه بالابلكيشن ستور عامه حتى بالايفون او بالاندرويد او ما اعرف ايش يتغير. بس وايد اسهل انك انت تغير النظام او الاب ستور مال ايتونز من امريكي لكويتي او من كويتي لامريكي او انجليزي او برازيلي او واتيفر، وايد اصعب انك انت تغيرها من الاندرويد، لان الاندرويد يشوف الاي بي ادرس انت منين شابك، يعرف انت وين، فما تقدر تغش او انه تقص عليه انك انت والله شابك من امريكا وانت اصلا بالكويت. فهذه هي العمليه، عشان كذي هم في عندهم بلاي ستور او اب ستور حق كل ريجن احنا فيه. في واحد قاعد يسالني اذا تقدر تشغل بلوراي بلاير على المايكروسوفت سيرفس برو 3. اذا عندك بلوراي بلاير اكسترنال يو اس بي راح يشتغل على سيرفس برو 3. يس. في احد سالني قاعد يقول لي اذا تتوقع نوكيا لوميا 1030 او مايكروسوفت لوميا 1030 اذا كان صدق راح ينافس ولا لا؟ لا ما راح ينافس، اذا بس راح يدققون على الكاميرا، لو يحطون كاميرا 50 ميجا بكسل وزينون فلاش وبيور فيو وما اعرف ايش، راح يصير منافس حق التليفونات اللي الناس تبي تصور. بس نظام التشغيلي ماله للحين، يعني اذا نزلوا ويندوز 10 مع كاميرا 50 ميجا بكسل مع مصنعيه نوكيا المعروفه على براندنج مايكروسوفت، ما اتوقع راح ينافس كثر ما هم ودهم انه ينافس، بس راح ينافس بمكان بشكل جدا بسيط. هذا انا اتوقع الصراحه، لان ما اتوقع ويندوز 10 راح يكون ناقله نوعيه يخلي الناس انه هد اندرويد هد اي او اس روح استخدم ويندوز، لا ما اتوقع هي النطره اللي الناس كلها ناطرتها. لا في واحد جاي يقول لي عندي اقتراح، ليش ما تسوي لنا حلقه بثوب وشماغ؟ قصدك تشتاش او شماغ؟ يمكن، ليش لا؟ في واحد جاي يقول لي ايش اللي يخليك تستخدم موتورولا؟ ليش تستخدم موتورولا من غير باجي تليفونات؟ انت يمكن جديد علي، تدري كل اللي يعرفني يدري ان انا احب اندرويد خام،
وموتورولا موتو اكس اكثر شيء قريب حق اندرويد خام. فاي كل تليفون كل ما كان مجرد اكثر قريب حق الاندرويد خام احبه اكثر. سبحان ربي اللي زرع هالمحبه في قلبي عشان كذي. واحد كاتب لي فيصل حمد جزاك الله خير ضحكني، شوف فيلم هير وهذه تليفوناتي راح تصير بعد 20 سنه. شفت فيلم هير و ان شاء الله ما يصير كذي بعد 20 سنه كلها. هذا هذا اللي انا اقوله بس الله يستر. في واحد جاي يسالني اشتري نوت 4 ولا انطر نوت 5؟ انطر نوت 5، انطر نوت 5 وما ادراك شنو راح يكون نوت 5. في واحد جاي يسال ليش الاجهزه الذكيه المصنوعه من معدن تعاني من الحراره؟ لان معدن الحراره اساسا ينقل الحراره بشكل ملحوظ. يعني لما تيجي تمسك انت بلاستيك حار او تمسك حديده حاره راح تحس بالحراره بالحديده اكثر، لان هي تنقلك الحراره بشكل وايد اسرع. سامحوني ما وصلت حق كل الاسئله، ان ما قدرت اجاوب يمكن على كل الاسئله، بس ان شاء الله اني وفيت وجاوبت على اغلب الاسئله. فهذا فيديو اسالني ثلاثه، اكتبوا لي الحين تحت الاسئله الجديده حق فيديو اسالني اربعه، ان شاء الله راح انزل لكم اياه خلال اسبوع او اقل، يعتمد على كثره الاسئله اللي تجي. فسامحوني من كل قلبي، سامحوني على القصور، وما اقصد اطنش اي احد فيكم صراحه. وان شاء الله اذا ما رديت عليك بالفيديو يمكن رد عليك انا بالكومنت، دور عليها يمكن ان شاء الله تلقاها. وسلامتكم تعيشون، مشكورين على المتابعه. احمد بوعركي، اسالني ثلاثه خلص، اسالني اربعه، سالوني تحت واجاوبكم ان شاء الله هناك. فما الله الكريم، مشكورين، مع السلامه.